إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أرسله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى ربه تعالى وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فنحن وإياكم واقفون على أيام الحج وأيام العشرة من ذي الحجة، وعلى عظمة أيام يوم عرفة، فإن المولى سبحانه وتعالى قد اختار من بين الأسابيع يوم الجمعة ومن بين السنوات الحج ومن بين الأشهر رمضان ومن بين الأيام العشرة من ذي الحجة ويوم عرفة، فإنها أيام مبارك من الله تعالى. إن الله تعالى فتح ذلك للعبد كي يلتجئ العبد إلى المولى سبحانه وتعالى وليقبل على العبادة وعلى الخيرات وعلى رحمة الله تعالى وعلى رضوانه. وأما الحج فإنها رحلة روحانية، مدرسة عظيمة يتلقى المؤمنون من الحج دروسا في شتى مجالات الحياة. إنها رحلة إلى رضوان الله تعالى، إنها رحلة وتصفية للقلوب وللأرواح وللأجسام، فإن الله تعالى جعل الحج للتصفية وللخيرات، كما جعل هذه الأيام المباركة للخيرات وللرحمة ولغير ذلك من النعم التي يكرم الله تعالى به عباده في هذه الأيام المباركة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حج حجة واحدة، ففي لفظ للترمذي رضي الله عنه قال قتادة رضي الله تعالى عنه: سألت أنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حجة واحدة. فكانت في السنة العاشرة من الهجرة. أما حجة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت ذا خلق ودين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكرام المناسك والخيرات في الحج، فلذلك جاء في الأثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
الأعمال؟ فقيل له: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله ورسوله. الإيمان بالله تعالى وحده، أن الله تعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، أن تجاهد بنفسك ومالك في سبيل المولى سبحانه وتعالى. ثم قيل: وماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج مبرور. إنها من أعظم الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، حج مقبول، أن تقبل على الله تعالى في الحج، وأن تقبل على الله تعالى في هذه الأيام المباركة. فقد قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد معكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، إنه أفضل الجهاد عند المولى سبحانه وتعالى. فلذلك جاء عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له وهو في سياقة الموت: يا رسول الله، أبسط يمينك كي أبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ فقلت له: أردت أن أشترطه. فقال لي: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه خطاب لك أيها العبد، وخطاب لهذه الأمة، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وهو كذلكم. والذي يقوم بهذه الأيام من العبادة والإقبال على الله تعالى والتوبة والاستغفار وتلاوة القرآن والصيام، فإن الله تعالى يفتح له باب التوبة والرحمة والرضوان. أما سبحانه وتعالى فقد بين عظمة الحج في كتابه الكريم، حيث قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إنها أشهر معلومات عند الله سبحانه وتعالى، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن أحرم لله تعالى فلا رفث، قال ابن كثير، وهو الجماع، ولا فسوق. ينبغي للحج ولغير الحج أن يجتنب المعاصي والمحرمات في هذه الأيام المباركة، هذه الأيام العظيمة، العمل فيها أحب إلى الله تعالى من غيرها. ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير، سواء أكنت في الحج أم كنت في بلدك،
فإن الله تعالى يعلم ما تقدم من الخيرات، وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. إنه عليم بك أيها العبد، وما تفعل من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وإنما نزلت في أناس كانوا يخرجون إلى الناس ويتوكلون على الناس بالأرزاق وغير ذلك، ويقولون نحن المتوكلون على الله تعالى، فيسألون الناس الأرزاق، فأمرهم الله تعالى أن يتزودوا. ثم بعدما أرشدهم المولى سبحانه وتعالى إلى الزاد للسفر وإلى الزاد في الدنيا، أرشدهم إلى الزاد في الآخرة، ألا وهي التقوى. يقول مولانا سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ويقول مولانا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، وما هي الثمرة؟ تدخلوا جنة ربكم. إنها رحلة عظيمة إلى الحج، وقد سبقنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إنها رحلة لتصفية القلوب والأرواح، فلذلك جاء في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله، وإنما الأعمال بالنيات. ويقول مولانا سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إنها رحلة للمولى سبحانه وتعالى، وإنها رحلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. أما فوائد الحج فإنه سبب لمرضاة الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ورضوان من الله أكبر. إنها أعظم شيء للعبد أن يبحث على رضوان الله تعالى، فلذلك جاء في الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك. فيقول ربنا جل وعلا: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فقال: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا ربنا؟
فيقول سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إنه رضوان الله سبحانه وتعالى لك أيها العبد إذا قمت باجتهاد للمولى سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. وإن من فوائد الحج إنه سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى، وإنه سبب لمحبة الله تعالى، وإنه سبب لمحبة المؤمنين وللأخوة، وإنه سبب للتسقية وتصفية النفوس. فلذلك جاء في الأثر عن البشير بن النعمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. لابد للقلب أن تزكى من أجل الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فلذلك يقول مولانا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما العشرة الأيام من ذي الحجة فإن الله تعالى يبين عظمة ذلك في كتابه الكريم، حيث يقول: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. فإن الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأيام التي فيها الخيرات، التي فيها الخيرات من الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى وهو يبين عظمة هذه الأيام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يقول ابن كثير: قال ابن عباس: الأيام المعلومات هي الأيام العشرة، الأيام الأولى من العشرة من ذي الحجة. ويقول الطبراني ومجاهد وابن الزبير: الأيام المعلومات هي تلك الأيام العشر من ذي الحجة، إنها أيام عظيمة. فلذلك جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا جهاد في سبيل الله؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي قتل في سبيل الله. وعن جابر: فقد بين عظمة هذه الأيام حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة. فقيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله، إنها أيام عظيمة أكرم الله تعالى عباده بها. وكذلكم روى الطبراني بإسناد جيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله تعالى وأحب إلى الله تعالى العمل فيهن من أيام العشر من ذي الحجة. ثم قال: فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فلذلك يقول مولانا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
أما يوم عرفة فإنها يوم عظيم قد بين شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها يوم يكثر فيه العتق من النار، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى عبداً فيه من النار من يوم عرفة. وكذلكم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: فإنها تكفر السنة الماضية والباقية. إنها يوم جليل، إنها يوم كريم، إنها يوم أتم الله تعالى به النعمة وأكمل به الملة. فلذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود جاء إليه فقال: يا أمير المؤمنين، آية نزلت في كتابكم لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: وأي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: لقد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة من أعظم الأيام، فينبغي للعبد أن ينشغل بالعبادة والصيام وتلاوة القرآن والدعاء. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ويقول مولانا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يشير إلى الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمسكوا بهذه الأيام العظيمة، وتمسكوا بيوم عرفة، وتمسكوا برحمة المولى سبحانه وتعالى، وأقبلوا على الله تعالى، وأقبلوا على رضوان الله تعالى، وأقبلوا على القرآن العظيم في هذه الأيام. ثم تأتينا يوم النحر، وتأتينا الخيرات من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا للعبد الذي قام واجتهد للمولى سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قبل الآخرة. Brothers of Islam, we are standing before the holy pilgrimage that Allah subhanahu wa ta'ala has made obligatory upon the believers that are able to perform. And we are standing before the 10 days of Dhul-Hijjah, the holy 10 days of Dhul-Hijjah. And we are standing before the holy day of Yawm Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala has selected between days, Yawm Arafah and the 10 days of Dhul-Hijjah. And Allah subhanahu wa ta'ala has selected from amongst the months, the holy month of Ramadan. And Allah subhanahu wa ta'ala has selected from amongst the year, the holy month of the pilgrimage. So one can rectify himself before Allah subhanahu wa ta'ala. So one can devote himself to Allah subhanahu wa ta'ala. These holy days is an opportunity for the believer to turn to Allah, to repent to Allah, to seek Allah, to devote himself to Allah subhanahu wa ta'ala, so that Allah can rectify you and your heart and your intellect. And this is why it is narrated in the hadith of Al-Bashir bin An-Nu'man that he said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam narrated,
Surely and verily, within the body of a human, there is a flesh of meat. If it becomes rectified, then the person's heart, then the person's intellect and soul and actions are rectified. And if it is corrupt, then your actions and your thoughts and your dealings are corrupt. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, surely and verily, it is the heart. This is why Allah subhanahu wa ta'ala has established Hajj and these holy days, the 10 days of Dhul Hijjah and Yawm Arafah, so that we devote ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala. As for Hajj, it is a spiritual journey to rectify one. So one devotes himself to Allah subhanahu wa ta'ala, secludes himself to Allah, repents to Allah. And this is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he taught the Sahaba how to devote themselves during the pilgrimage to Allah subhanahu wa ta'ala. As for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he only performed one Hajj, and that was in the 10th year of the migration. As for the Hajj of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was built upon conduct and manners and love and devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. As for Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, he reports that a man came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he asked him, O Prophet of Allah, what actions are the most beloved actions to Allah subhanahu wa ta'ala? And it is important that we understand this hadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam narrated, the greatest actions are, as for the first one, is to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and to believe in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with no doubt. Is to believe in the oneness of Allah. Allah is one in His attributes. Allah is one in His essence. Allah is one in His actions. Allah does not have a partner nor a spouse. Allah is one. He is self-sufficient. And to believe in the final messenger, who is Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala says that Muhammad is not a father of your men, but surely and verily, he is a prophet of Allah and the final messenger, and Allah subhanahu wa ta'ala knows all things. Is to believe in Allah and the messenger. And then the man stated, what else, Ya Rasulullah? Then he said, to fight and strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. With your wealth, with your health, with your time. And then he said, what else, Ya Rasulullah? Then he said, an accepted Hajj. An accepted Hajj. A Hajj that you perform and that Allah accepts and rectifies you. And this is why it is narrated in the hadith of Abu Hurairah, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him. He said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam narrates that whoever performs the pilgrimage for Allah, none other than Allah, and does not perform unlawful actions, restricted actions during the Hajj, like the intercourse, like performing what is unlawful, like corruption, then he shall return free from sin, like the day that his mother had given birth to him. This is the person that devotes himself to Allah. Hajj is a devotion that you sit between you and Allah and you cry to Allah. These 10 days are days of devotion to recognize Allah. Let your heart connect to Allah. The day of Arafah is a day of devotion. As for Amr bin Al-As, that while passing away, he came to the Prophet Muhammad. And he said, Ya Rasulullah, O Messenger of Allah, place out your hand
so I can make allegiance with you. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam placed out his hand. Then he said, I grabbed his hand very tightly, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam stated, Oh Amr, what is wrong? He said, Ya Rasulullah, I want to place a condition. He said, What condition do you want to place? He says, I want to place a condition that Allah forgives my sins. Then he said, Oh Amr, do you not know that Islam erases what took place before it? And the migration erases what was before it? And an accepted Hajj shall erase what was before it. Allah subhanahu wa ta'ala says, Surely and verily, the months of Hajj are known. So whoever overtakes, whoever performs the pilgrimage for Allah subhanahu wa ta'ala and restricts from what is unlawful and what Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden, then Allah subhanahu wa ta'ala will raise him in status. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala says, as for those that have made the intention and wore the ihram in Hajj for Allah subhanahu wa ta'ala, no, there is no conflict, no action that is unlawful. And also bring your provision. As for people, previous people, they used to set out to Hajj and not bring provision and say and state. And it is narrated these people were people from Yemen. They used to say that we are people that rely upon Allah, but they used to seek and beg from the people. So Allah subhanahu wa ta'ala says, bring your provision. Then Allah subhanahu wa ta'ala points out a very important point and says, but the provision of the hereafter is the greatest provision. And what is the provision of the hereafter? It is piety, taqwa. Allah says, and fear Allah, and Allah shall teach you. As for Abu Umama, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him, he reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave a sermon during the Hajj and said, fear Allah and perform the obligations, your prayer, your five times prayer, and observe your fasting during the holy month of Ramadan, and pay the obligation of your charity, and obey your leaders. What is the outcome? You shall enter Jannah. You shall enter Jannah. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, and fear me, and fear me, O people of understanding. So the ones that set out to Hajj, they've got the understanding and they devote themselves to Allah subhanahu wa ta'ala. As for the 10 days, Allah subhanahu wa ta'ala, the 10 days of Dhul-Hijjah, Allah makes an oath by the 10 days. Wal-Fajri, and I swear by dawn. And by the 10 days that we are in at the moment. It is narrated in the hadith of Ibn Abbas that the Prophet sallallahu alayhi wasallam narrates, there is no days like the days of Dhul-Hijjah that is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. That the actions that you perform are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala like the days of Dhul-Hijjah. There is no other days that the actions are more beloved to Allah like the days of Dhul-Hijjah. The 10 days of Dhul-Hijjah, they said, a man stated, Ya Rasulullah, not even setting out to fight and strive in the path of Allah. He said, not even setting out to fight and strive in the path of Allah. Only a man that sets out with his provision and his life, and he does not return. And he does not return. As for Arafah,
the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He fasted the day of Arafah, and he said that the day of Arafah, fasting the day of Arafah, erases one's previous sins and current sin. This is the day of Arafah, devoting yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. And it is narrated in the hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam narrates, there isn't a day like, there isn't a day that Allah subhanahu wa ta'ala frees many servants from the hellfire like the day of Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala is honored on the day of Arafah. Allah is honored. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions before those in the heavens, the people of Arafah and those that devote themselves the day of Arafah. It is an opportunity to turn to Allah, repent to Allah, devote to Allah, cry to Allah subhanahu wa ta'ala within the blessed days that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed. And on the day of Arafah, it is a day of fasting and devotion. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he devoted himself on the day of Arafah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam taught the Sahaba Sa'id ibn Jubayr, if the 10 days of Dhul Hijjah entered, he would completely devote himself to Allah and none will keep up with him. And this is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught the Sahaba. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم وهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لو أن هدانا الله سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. في هذه الأيام نور وبركة من الله سبحانه وتعالى وخيرات، ولكن ينبغي للعبد أن يقبل على المولى سبحانه وتعالى في هذه الأيام. Within these 10 days there is greatness, there is light from Allah subhanahu wa ta'ala, there is pleasure, there is mercy, but it is upon the servant to devote himself to Allah subhanahu wa ta'ala. وَعْلَمُوا أَيُّهَا الْعِبَادِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ بَدَأَ بِنَفْسِهِ فَثَنَّى بِمَلَائِكَةِ قُدْسِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ علينا يوم الدين، وارض اللهم على الصحابة أجمعين لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأمهات المؤمنين والمؤمنات يا مولانا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أمتنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأحينا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإدخلنا الجنة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أكرمنا في هذه الأيام، اكتب لنا أجرا عظيما وأجرا مبينا، أكرمنا بهذه الأيام المباركة يوم عرفة، أرنا الخيرات وأرنا رحمتك وأرنا رضوانك في هذه الأيام المباركة، واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام وآل البيت الكرام. ارزقنا في هذه الأيام القيام والصيام وتلاوة القرآن، وتقبل منا الطاعات، وتقبل منا الصيام، وتقبل منا يوم عرفة يا مولانا يا رب العالمين يا ذا القوة المتين. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إن
اللهم من أراد خيرا لهذا الدين فوفقه لكل خير، ومن أراد غير ذلك فخذ أخذ عزيز مقتدر. اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. أدرك هذه الأمة، اجعل لهم مخرجا من حيث لا يحتسبون. يا مولانا يا رب العالمين، ارفع الشدة والبلايا والنصب والتعب عن هذه الأمة، انصرهم نصرا عظيما مبينا. لا تقلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا عن القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولا ذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.